باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوع تأملنا النهاردة من برنامجنا من وحي الساعة بعنوان أسرع اهرب إلى حضن الله. حرب الأفكار أثناء الضيقات والشدائد هي أخطر أنواع الحرب. الحرب دي قد ممكن تشمل أفكار تشكيك في الإيمان، أفكار خوف أو قلق، أفكار يأس، أفكار هرب من المسؤولية والواجب، أو أفكار خيانة للأمانة، أو الحقيقة أفكار كتيرة ومتعبة جدا. لكن يا ترى إزاي ننجو من هذه الأفكار المظلمة في وقت الشدة والضيقة؟ الملكان اللي جم عشان يحرقوا سدوم وعمورة أمروا لوط بالهرب بره الدايرة كلها بتاع السدوم وعمورة، وقالوا له اطلع سريعا. نلاحظ كلمة موضوع سريعا ده، فيقول قالوا له ايه؟ قالوا اسرع اهرب الى هناك لاني لا استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء الى هناك. وبعد كده قال لنا لذلك دعي اسم المدينة صغر. يعني الملاكين بيقولوا له، او واحد من الملاكين بيقول له اسرع واهرب بسرعة، انا مش هقدر اعمل حاجة غير لما انت ايه توصل للمكان الأمان. طب بدن انتوا، ده فكر الواحد يعني اللي بفكره، بدن انتوا اللي هتحرقوا المدينة والأمور معاكم، ما تقول اطلع براحتك خالص، ليه اسرع وليه اهرب وليه ده كله على مهلي خالص، ولما اوصل بقى براحتي خالص تبقوا تحرقوا المدينة. لكن هنا الوصية لازم يسرع ليه. فهنا لازم نفكر. الحقيقة هي المشكلة مش في الملاكين، الملاكين كان ممكن يستنوا لوط، لكن المشكلة في لوط ذات نفسه، إنه ممكن يتغير بعد شوية وما يقدرش يطلع، يغير رأيه ويتغير، يحصل أي حاجة مش مظبوطة فلوط ما يقدرش يطلع. وده يمكن اللي حصل مع مرات لوط. إزاي الكلام ده؟ الكلام ده نقدر نشبهه إزاي؟ نقدر نشبهه بحريقة بعد عنكم، والحريق ده حصل في بيت حد أو في شقة حد. فأول ما بتبتدي الحريقة لو كان بيحاول يطفيها، بس بعد شوية لقى النار بتزيد، فلازم يجري بسرعة ويخرج ويسيب كل حاجة. لكن لو فرض أنه هو قال لا هصبر شوية عشان الحاجة اللي موجودة مهمة، روح أدور عليها، حاول أطفيها، خسارة، وبعدين النار ابتدت تزيد 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 تزيد، هيجي وقت من الأوقات النار والحريق أو الدخان يحصره هو نفسه وما يقدرش يطلع، لأن النار محصرة من كل ناحية والدخان كتم نفسه من كل ناحية. عشان كده الهروب له وقت، لازم الهروب في بدايته، وأسرع وأهرب بسرعة قبل ما نار وضيقات الأفكار الوحشة والتجربة الأفكار اللي بتزن تحاصرني من كل ناحية ومعرفش أطلع. عشان كده يوسف الصديق كان شاطر جدا لأنه قدر يهرب في الوقت المناسب. لو يوسف الصديق قعد يتكلم مع الست، طب الرداء بتاعي، طب الدهوني، طب مش عارف ايه، طب اكلمك، طب اصلا انت سيدتي برضو غلط كده، لكن هو حس ان الست ماسكه فيه وعايز يعمل خطيه باي طريقه، فعشان كده جري بسرعه. لو كان اتاخر شويه ما كانش بقى يوسف الصديق العظيم العفيف، كان زمان وقع في الخطيه زي اي واحد من زمان. فعشان كده في وقت للنجاه لازم نهرب. لو الوقت ده فات علينا يبقى نجاتنا راحت ويبقى الهلاك بعيد عنكم. عشان كده المسيح له المجد قال على موضوع دي اخر الايام، وقال على الهرب منها، قال كده كلام واضح وصريح، قال والذي على السطح فلا ينزل إلى البيت ولا يدخل ليأخذ من بيته شيئا. ما ينزلش يدور على الحاجة اللي في البيت ولا ينزل عشان ياخد حاجة. والذي في الحقل فلا يرجع للوراء ليأخذ ثوبه، سيب ثوبه، زي ما احنا قلنا حصل مع يوسف الصديق. فالإنسان يهرب من أي، قد يقدر يهرب من أي مكان يشعر فيه بالخطر. لكن السؤال اللي جاي دلوقتي بقى اللي هنسأله تاني هو إزاي الإنسان يقدر يهرب من أفكار الخوف أو اليأس أو الهم؟ يبقى احنا عرفنا الهروب لازم يكون سريعا. احنا هنا بنسأل إزاي يهرب من الأفكار.
عشان يهرب الإنسان من الأفكار لازم يلجأ لربنا بسرعة، يبقى في ملجأ، يهرب ويلجأ في نفس الوقت، يهرب من الأفكار ويلجأ للحصن اللي هو حضرة ربنا. إزاي الكلام ده؟ بالصلاة. الصلاة هي الملجأ اللي يرفع المجربين الأفكار المظلمة دي. لو الواحد قعد شوية يلاقي الأفكار بعيد عنكم ظلمته وشلته كله وحوطته من كل ناحية، لكن عشان كده يهرب بسرعة وبعدين يهرب للصلاة. في الصلاة ياخد نعمة وياخد قوة. فعشان كده يقول لنا في المزمور: إلهنا الله لنا ملجأ وقوة، الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. مزمور 46. فالصلاة لما بنصلي ده الملجأ، بتسمر فينا بالروح القدس. تسمر إيه بقى؟ فرح. ليه؟ لأن محبة الله بتنسكب في قلوبنا، وربنا في وقت الصلاة بيقول لي أنا بحبك ما تخافش أنا معاك. فعشان كده يديني رجاء، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رومية 5:5، يبقى والرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يبقى إذن اهرب بسرعة، إلجأ للصلاة بسرعة قبل ما يفوت الأوان. أخي الحبيب وأختي العزيزة، أوعى تستمع كتير بقى والفترات طويلة الأخبار سلبية طول النهار، هداهمة كل شوية، أخبار بتتعبك أو أفكار وأخبار وحشة أو إغراءات أو أي حاجة من أي نوع في شر. درب نفسك إنك تهرب بسرعة أول ما تلاقي الأفكار المظلمة تهجم عليك. إلجأ لربنا بالصلاة بطريقة منتظمة، يعني كل شوية، مش لازم تستنى لآخر النهار لما تبقى تصلي، ده انت كل شوية إلجأ ربنا وارفع قلبك، قدرت تدخل مخدعك وتقفل على روحك وتصلي وتصرخ اعمل كده عشان تقطع الضيق اللي ممكن يتسلل ليك ويشلك. ما تستسلمش، لا تستسلم إذا شعرت بعدم شوق للصلاة. اغسل نفسك، ستجد عون وعزاء سماوي وتمتلئ بنعمة عظيمة. ما أجمل اللي قاله قداسة البابا لما قال القصيدة الجميلة بتاعته البابا شنودة الثالث: اغلق الباب وحاجك في دجى الليل يسوع، واملأ الليل ايه صلاة وخشوع ودموع. ربنا يدينا كلنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.